سعدي مساكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب، ورجعت لكم بفيديو جديد ومعاكم إمسيف. بعد ما حبيتوا الجزء الأول من حماية الفريق قررت أعمل لكم جزء ثاني، ولازم هالمرة ما يموت حدا من الفريق أبداً أبداً. ممنوع يشيلوا فريقي أي سلاح، ممنوع يضرب بالسلاح، مسموح بس يشيلوا طاوة ويضربوا فيها وكمان قنابل. يلا خلونا نشوف الفيديو. يا هلا يا هلا، منورين اللي طبوا. يا هلا، لك عبدو موت لك، ممنوع تضربوا بالسلاح، كبه كبه من ايدك، كبه لا تضرب. موت لكم، خليكم معي. هاي مات جيفارا، تعالوا اثنيناتكم لعندي. مليان على انت اصلا ما بتعرف تلعب بوت. انا لك عبده كب لي سلاح، كبه كبه ما بصير تشيل سلاح ابدا. ايه برافو. ارمل، جننتني. لعن عمري شو عم بصير على الموبايل. استنى استنى اخذ دواء وجايتك. هيا للأمام، هيا هيا، لا لا هيا إلى الخلف إلى الخلف. لا تفكروا هاي الحركة كمبرة، هاي اسمها حركة الأفعى. تركي تركي أنا بعيشه، أنت عبي دمك. رجع رجع لجوا 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 لا تبينوا على الباب. نانو تعي تعي انتي، نانو تعي. أنا نزلته بس وين راح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معقول يكون جني؟ إيه ها؟ هلا أعطاني إنه مات، يخرب بيتك فكرتك جني.
يا سلام، هلا اخذنا السكوب 6، هيك امورنا تمام وجاهزين. يلا خلونا نطلع برا الحاويات، شكرا خالصين. عبد انتبه، رفيق اولس عندك، انتبه ليفنشك. يلا درمل من بوبجي. انا بعيش، شوفي اذا بقي حدا. لك مسافة واحد تعطي بالسيارة ينعن شكله. خلي عبده يعيشك. ليكو جنبي عم يعيش. ابو فنة شو نانو؟ جايتك عبدو، جايتك. بكير من عمرك. شت، ما قدرت لحق، الفريق كله مات. هذا نفس اللي قتل نانو عبدو. يا الله لا يخليني اذا بخليك. ما ضل معي طلقات ام 4، خليني ادور على طلقات ام 4 ونسوي له خطة الضفدع النائم. كان في صندوق مليان طلقات اخضر، بس وين صار؟ مو هاد، وين عجب صار؟ هذا هو. يلا هلا جهزوا لي حالكم اخذت الضفدع النائم. عشان تعلم تقتل سكوادي. رفيقك وينه؟ ما رح ارتاح لافنش سكوادك. يلا درميل. وين هربان؟ طولوا بالكم، جايتكم امساف، بس خلونا نسوي السيارة. لا مو بالمي. اوف، سكواد كامل فوق.
يا عم تصير قول كلمة. يخرب بيتك رعبتني طلعت بوت. يعني أنا بمحل مكشوف سكوات كامل قدامي، ف90% بظن حالي رح أموت. يا سيدي ضربة موفقة معلم. يا جماعة لما بتحاصروا هيك محاصرة بضربوا بخاريات يمين وشمال، هيك بتشتتوا اللاعب اللي قدامكن ما بيعرف انتو وين. كافو هيك شكلسنا أول واحد. لا 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 هون مكشوف، خليني ارجع. يا الله ما عارفان مين عم بيجيك الضرب، بنزل واحد بعيش رفيقه، يفولنا نقتل واحد على الاقل. تعالي تعالي لا تهربي تعالي. خلصنا من وحدة بقي ثلاثة، خف علينا شوي الضغط. مفكر انت اللي ورا الشجرة مو شايفتك؟ خد لي هالقملة ودوقها طيب ولا لا؟ كفو، لازم افنشه قبل ما يعيشوه، وكمان اجى الزون والله مشكله. يا سيدي هاد لي ورا الصخره معلم، يا ترى باخذ الجيم ولا بموت؟ الي لالن. هلا واحد ورا الصخرة واحد ورا الشجرة، بس الثالث وين؟ أتوقع إنه هو كمان جنب الشجرة لأنه عايش رفيقه. انت غلطت وطلعت من محلك، بس الحظ لألي ضل اثنين. اجا الزون، يا ترى عندي ولا عندهم؟ يا سلام الزون عندي. لا رجع صغير الزون صار عندهم، والله حظهم حلو.
واو الجيم اخذته انا؟ عن جد يا جماعة ما كان عندي امل ابدا اني افوز. ان شاء الله يكون عجبكم الجيم اصدقائي، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. انا بحبكم كتير كتير. سلام.